عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نوعات اخر على الاوضة. انا جاية النهاردة اصور مع اتصلتوني عليه كتير في التعليقات وقلت له لازم اصوري عنده عشان شوفت الجديد عنده ايه. مستتار القمر دي التركي الخامة اللي مش هتلاقوه عند حد غير عنده، والستار العسل اللي ورا دي مش جايبينه اهو عند احمد السوري. استنوني بقى في فيديو جامد جدا 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 دلوقتي اصوره لكم، ما تسيبوش فتفوته فيه لان التشكيل اللي عنده مش هتلاقيه عند اي حد، من ستاير تركي لستاير بلانتو وكوزمان وخامات كتيره جدا هتعرف عليها في الفيديو ده. هنا الالوان اللي موجوده الست الوان اللي قدامك يا ابني، خليكم يعني كل رسمه فيها ست الوان ولا ست ايه، ست رسومات ولا ست الوان؟ عجباني قوي الخامه بتاعتها، الخامه بتاعتها جميله قوي يا بنات. بصوا التركي ادي رسمه، بصوا الستان بيعمل ازاي، ثلاثة تمام تمام. حاجة في منها ألوانها، في حاجة كل حاجة منها فيها ألوانها. دي ستاير، ستاير بقى إيه اللي يعرفها ويقدرها يجي هنا يشرفنا. أنا أول لما جيت وشفتها بجد بهرتني، بهرتني الخامة بتاعتها، بهرتني. بصوا بصوا والخامة بتاعتها جميلة قوي وتركي، بصوا حتى داخلها قطيفة من هنا ازاي جميلة جدا. العرض بتاع القماشة دي 3 متر ستاير، المتر بقى بكام يا دعاء؟ المتر عند احمد السوري يا جماعة ب80 جنيه، ب80 جنيه القمر دي. بصوا ستاير اماكن بتاعت الانتريه والصالون تحفة، يا دوب بس تجيبيها ويتحط جنبين كده همر او قطيفه تركي برضو تبقي شكل ملوش حل. المتر بكام؟ ب80 جنيه عند احمد السوري. احمد السوري اهو، احنا بقى فين؟ صباح النور، احنا فين؟ احنا وش باب العيادات الخارجيه اهو، ما اتكلمتش في وش باب العيادات الخارجيه، الشارع ده كله بطوله كده قدامه باب العيادات الخارجيه بره. لو ركبتي مترو ونزلتي حلمت الزيتون خدي توك توك لغايه باب العيادات الخارجيه مستشفى المطريه، هتمشي بس الشارع اللي قدام الباب العيادات الخارجيه اخر محل في الشارع بتاع احمد السوري. تمام، هنخش بقى نشوف بقى التشكيل بتاع الستاير جوه دلوقتي، بس نتعرف على بره الاول لانه في حاجات كمان بواقي هنا عنده اهي هصورها لكم. طب البواقي يا احمد كده سريعا، ايه يا باشا البواقي سريعا كده؟ 25 و30 اغلى حته، اغلى حته ب30 تياب وفضلات. اه هو تياب وفضلات، يعني دي فضلات ما بين 25 وما بين 30. بقيه التشكيله اهو يا بنات زي ما انتم شايفين حلوه قوي، اللي هي على فيرزاتشي دي خامات كتيره جدا هنا ما بين 20 25 و30 اغلى حاجه، وعنده برنت اهو. احنا كده في البواقي، يعني عنده مكان للبواقي وعنده مكان جوه للتواب الستاير. تعالوا بقى نتفرج عليها عشان الدرجات بتاعه الستاير اللي جوه والخامات ما تتسابش. يعني فضلات وتياب ب50، ده السوفت، سوفت على ستان، ستان وسوفت. حلو قوي قوي الخامه بتاعته عجباني. 3 متر ايه ده؟ مستورد من الستان عشان الناس تفهم ستان ايه. لا هو العادي اللي هو، لا 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 ماشي. ده يا باشا في ميزه يعني حاجتين، اه اللون بتاعه فاتح وغامق. ايوه الطي بتاعه فاتح. أيوة. وغامق ومطفي ولامع. ايوه ايوه بيلمع اهو، هو باين جدا. ده كده الرمادي وعنده البني وعنده البتنجاني وعنده اورنج، ستاير برضو اهي، وعنده لون تاني برضو بني بس ايه يعني افتح شوكولاته شويه. ده كده السوفت، اه ده كده السوفت، راح بقول التاني سوفت ازاي، ده كده السوفت. السوفت بقى عنده بكام؟ ب50، عرض 3 متر، وده برضو عرضه 3 متر و50. تعالوا بقى نتعرف على الستاير اللي جوه لانه كتير قوي منكم قال لي في التعليقات ورينا الستاير الجديده اللي عنده. الستاير اهي، ده كل الجديد اللي عنده. بصوا الكنار بتاعها عامل ازاي ما شاء الله، بصوا الشكل، بصوا فيها ايه، فيها كده شغل زي فضي. استنوا باينها لكم اهي، اهو شغل زي فضي من هنا اهو. لا والتانية نفس الرسمة بس فيها شغل ده. تمام اوريكم الرسمة بقى، الرسمة اهي بصوا الرسمة عاملة ازاي، يعني عندك فضي منها وعندك على ذهبي. برضو الرسمة دي حلوة اوي، كلها أباليك، كلها أباليك اهي، كلها أباليك ومن تحت كنار وخامتها حلوة قوي. بصوا اهي كوزمان، شايفينها كوزمان مضبوعة من المصنع نفسه، الخامات بتاعته عالية جدا جدا
بصوا بصوا الجمال حلوة قوي دي، فيها فضج. دي نفس اللي انا لسه موريها لكم قبليك اهي، بس هي كانت تانية باينة عشان كنت ماسكاها دبل اهي، عشان ابينها لكم برضو فيها قبليك والجزء تحت اهو، وبرضو زي ما قلت لكم ان هو كوزمان اهي، مطبوعة ومختومة. بصوا كل الستائر اللي عنده ماركات واشكال حلوه قوي، حتى الكوزمان اهي باينه وشكلهم حلوين قوي. هنتعرف دلوقتي على سعرهم، بس الكنار بتاع الستاره بصوا جماله، عايزاكم تركزوا في الستاره دي قوي وفي تفاصيلها، لان انا هقرب الكاميرا من التطريز بتاعها عشان ابين لكم تطريزه فيه ايه. بصوا بصوا التطريز بتاعها عامل ازاي، ده كده الفتلة بتاعتها وطلع منها كده شغل زي الفضي دي، على الحقيقة تحفة، على الحقيقة تحفة. بصوا الجمال، بصوا بقى التفاصيل بتاعتها لغاية تحت والكنار. هنا كلها 75. لا انا اللي جوه بقى، اما تيجي انت توريهوني عشان في جوه حاجات تانية اعلى، بس ايه اللي هنا ده كده 75 تمام. ده كده ده كده كام ده قطيفه؟ انا معلش يا جماعه النهارده الخميس وهو بره مع الناس وانا جوه في المحل بصور لكم، بس القطيفه دي اتاكد ان هو كام، لان هو بيقول لي المربع اللي انت واقفه فيه 75، بس ده لا ما اعتقدش، فهتاكد برضو. المهم ان انا اصور لكم الشغل اللي عنده. الحته دي على فكره تحفه قوي قوي، طول اهي، وبص الشغل بتاعها التركي ده منها بيدوي كده. هو والله العظيم الناس اللي لما تيجي تشوف الخامه دي ممكن ما تاخدهاش، بس الناس اللي تفهم ان حاجه اسمها تركي يعني بجد تاخدها. على فكره في كتير قوي خامات تبقى تركي ونازله عنده ومش مختومه، بس معروفه انها تركي. بصوا دي، بصوا ده كده الكنار بتاعها كلها متصل فوق اهي، اللي ياخدها ياخدها ستاره، اللي ياخدها ياخدها مفرش سفره، يبقى حلو قوي حلو قوي بقى اللي هي ايه متطرزه منها فيها. بصوا ده كده تطريز، ده مش حاجه مش بارزه، بصوا ده تطريز باين كده من على بعد. تعالوا بقى نشوف الشكل بتاعها كلها كده ايه، بوكيه من فوق اهو، كل الشغل ده تطريز تمام. العرض بتاع القماش 3 متر، حلو قوي دي. بصوا حته ذهبي حته كافيه ما شاء الله. ده الكنار بتاعها، بصوا الكنار بتاعها اهو، ده الشغل بتاعها كده. انا مش عايزه اطول في الجزئيه دي، لان فعلا جوه حاجات بجد خامات احلى من كده الف مره، بس هتلاقوها اغلى. بس خلوكم معايا، ما تنسوش باللايك وسبسكرايب للقناه اول مره تشوفي قناتي، فعلي الجرس يوصلك كل جديد. برضو دي حلوه قوي التطريز بتاعها والشغل بتاعها بارز. بصوا دي الشغل بتاعها برضو بارز اهي، التطريزه بتاعتها جميله قوي كلها كده ايه وحاجات بارزه، ده كده بارز والشغل بتاعها بارز خالص. ده الكنار بقى بتاعها من تحت، بصوا الجمال الكنار بتاعها من تحت عامل ازاي، حلو قوي دي. نيجي بقى لدي، جميله جدا برضو اهي، الشغل بتاعها برضو بارز، الخيوط بتاعتها بارزه، ده كل الشغل اللي فيها كلها كده مشغوله لغايه فوق ما شاء الله عليها. كده اللي هو بيقول عليها ب 75 ده المربع اللي انا فيه. هتاكد لكم القطيفه دي بكام، لان انا ما اعرفش بصراحه. دي قطيفه اهي، وده الشغل بتاعها، دي قطيفه وده كده الستايل بتاعها من تحت، العسلي منها، الرمادي، اللون البني، في منها خمس الوان. هنتأكد دلوقتي سعرها كام. طب والله العظيم بجد قال لي ب 75. والتيابة موجودة يا باشا، وهنحرق السعر دلوقتي ب 75 جنيه كأنها ما جاتش من مكانها. والله ب 75 جنيه، طب أقول إيه؟ نطلع التيابة ونرميها على الأرض ده ب 75؟ بيا يا باشا، بيا يا أخويا. نطلع التيابة نرميها على الأرض دلوقتي نكزن عليهم؟ كزن. يلا يا باشا، الشغل هنا كله بالتيابة. ما شاء الله عنده تياب، اللي عايز تياب يا جماعة عنده. وحفر الليزر رجع تاني أهو. اللي الناس شافته عندي وطلبت وقلنا خلص، رجع تاني اهو. حلو قوي. تمام؟ سلام لك، مكتوب عليها سلام لك. كله يا باشا استيراد، كله استيراد. حلو قوي دي، حلو قوي دي. رجعت تاني.
وحلو قوي. طب ما تيجي يا احمد وقف معايا سكه كده في المجموعه دي العاليه دي يعني من الحاجات العاليه دي باين عنا. انا محتار اخد انهي حته اعملها لبيتي. هي دي خدي خدي انهي ولا انهي ولا انهي خدي ولا انهي ولا انهي ولا انهي. لا خدي رايك في دي جميله برضو جميله. هي هاديه فيها لون كافيه وبصوا الشكل ده عشان عندي بني غامق. دي جميله دي جميله دي جميله برضو. هتروشنا ليه؟ مالتي هيد يا باشا مالتي هيد زي ما قلنا قبل كده الكلام ده ما بيطلعش. اه ما بيطلعش مالتي هيد يا باشا شغل مستورد. حلو قوي التطريزات دي. بصوا الشكل اصلا بتاع الستاره ما بتطلعش. حلو قوي الشغل ده. طب انت ايه مش هتقول لنا اسعار الشغل ده؟ اهو يا باشا الشغل التركي الشغل التركي اللي معودينكم عليه اهو. دي تحفه. طيب هنا هنا مثلا بدايه من كاز من كام بدايه من كام لغايه كام باشا؟ ببلاش كانه ما جاش. اه ما بلاش بقى كده مش هينفع. اسعار للناس قول لهم ان الحاجه دي ببلاش فرصه واللي يلحق يلحق. دي تحفه دي تحفه فرصه واللي يلحق يلحق. طيب ماشي بدايه من كام لغايه كام اعلى حاجه؟ بدايه قلنا من 75 جنيه اه لغايه اعلى حاجه هنا في لغايه 170 جنيه حتة او حتتين بس اللي هتوصل معانا الكلام ده ل 170 جنيه حتة او حتتين حتة او حتتين اللي هتوصل معاك للكلام ده ال 170 جنيه اهم. اللي عايزه تسأل على ال 170 جنيه ال 170 جنيه اهم. دي كده قطيف بصوا قطيف ده الكنار بتاعها برضه شغل المالتي هيد حلو قوي. تقفيل هاند ميد يعني دي هعتبرها 170 واعتبر دي 170 معالي الباشا. لا ديت يا باشا سعرها تحت تحت الكلام ده بكتير. ماشي. ده شغل التقفيل القطيفة هاند ميد. تعالي بص الغرزة دي كده تمام هاند ميد تمام. حلو قوي الحتة دي. هي ربطة الخياطة من بره. أنا مش عارف أقول على أي وحشة باشا. نوري الناس عشان تبقى فاهمة. ربطة الخياطة من بره إيه ده؟ مش شغل مكن ده شغل هاند ميد. تمام. جايبة الغرزة معايا؟ والله جايباها. تمام كده تمام. حلوة دي قوي برضه. وبيقول لك أقل من 170 بيقول لك أقل من 170 اهو. سلام. لا يا باشا باشا حلو. تحت ال 100 جنيه كمان ودي تحت ال 100 جنيه ودي. احمد النهارده بيضحي بيقول لك تحت ال 100 جنيه ودي. طب حلو والله دي لو حد عنده اللون الجنزاني ليه معاها قوي دي مفرغه. والله خدوا كلام احمد سكه ما ادكمش بالسعر ده. تليفوني عندكم على الصفحه اتصلوا بيا. بس دي الاشكال اللي عند احمد دي انا صورت لكم منها واحده بس كان البوكيه فوق شويه وما كانش فيها كنار كده. دي فيها كنار. على العموم انا احمد قال لكم ما بين 75 لحد 170. الحته دي حلوه قوي للي يفهمها حلوه قوي قوي. لون زيتي في بني انا مش فاهم ازاي بس باين يعني. بصوا الكنار حتى بتاعها لونه زيتي عامل ازاي. الحته اللي هو كان بيقول عليها اخدها لبيتي بصوا الجمال بصوا الحاجات الفخمه بصوا الفخامه بصوا الكنار بصوا فخامه الكنار والالماز عامل ازاي فيه. بصوا الفخامه يعني بجد حبه ستاير ملهاش حل. الجزء اللي انا دخلت فيه جوه هنا ده فيه كميه ستاير بجد تحفه تحفه بمعنى كلمه تحفه. والكلام ده كله يا جماعه تركي تركي هتلاقيه مطبوع لا كوزمان لا بريلانت. وفي حتت بتبقى مطبوعه الاتنين مع بعض. انا عايزه ابين لكم حاجه ان الحته دي مش مطبوعه ومش مكتوب عليها اسم المصنع اذا كان كوزمان ولا بريلانت بس فخمه جدا. الخامه بتاعت الجوبير اللي فيها تقيله ومحمله. عندك الكنار اللي تحت اهو وفي كنار تاني وفي جزء تاني اهو بس شكلها فخم جدا والكنار بتاعها تقيل والشغل بتاعها تقيل. بصوا كوزمان اهي هتلاقي كل حاجه مطبوع عليها وفي حاجات برلانت مش مطبوع عليها فهتلاقيها كده ايه مش مطبوع عليها بصراحه. دي برلانت اهي بصوا دي شكلها حلو قوي. كل حاجة ومطبوع عليها اسم اللي مش مطبوع عليه ومتمسكي خامته هتلاقيه تحفة. خامة تركي
في اتضح ان في تركي مش مطبوع. بصوا دي شبه الجامع، تحس انها رسمة الجامع بس برضو قيمة جدا. اهي اهي كده عشان تبقى واضحة معاكي، دي رسمة وده الشغل بتاعها في النص، كل ده متصل واللي تحت ده كده متصل، والجزء بتاع الكنار اهو، الجزء بتاع الكنار اهو اهو. بص الكنار عامل ازاي. بص يا بنات عنده ستاير 3 دي زي ما انتم شايفين اهي، متقفلة، عرض 150 في 72، اهي كل واحدة شبه التانية. لو عايزة حتتين جنب بعض، هي الخامة بتاعتها ايه دي؟ شغل النت يا باشا. خامة ايه يا محمد؟ زي برنت كده؟ خامات مختلفة. تمام ماشي، ورينا بقى الديزاينات التانية ايه. حلوة دي الأطفال بتاعت سوبرمان. أرضيتها زرقاء. وادي كيتي للبنوتات. حلوة دي برضه. احنا قلنا 150 في الطول، 2.70 متر. دي برضو حلوة قوي، بنوتة أو واحدة فاتحة كوافير تحطها فيها. السعر كام يا؟ الحتة بتبتدي من 100 جنيه. بتبدأ من 100 جنيه؟ الحتة بتبدأ من 100 جنيه. ممكن ستار الطرقة. حلو الديجريدي قوي ده. بتبدأ من 100 جنيه. أعلى حاجة ايه؟ أعلى حاجة ايه؟ 250. أعلى حاجة 250. ده شكلها حلو برضو دي. انت كده ما شاء الله، احنا من الاسبوع اللي حصان ضيعنا الدنيا. معلش هم ملاحظين ان انا الاسبوع اللي فات ما نزلتش الفيديوهات. انا صورت الاسبوع اللي فات يا جماعه، بس حصل عندي مشكله. والله كان عندي مشكله في التليفون ومسح كل الفيديوهات اللي انا صورتها يوم الخميس اللي فات. بربنا عوض بقى، فانا جيت اعيد بقى اللي انا صورته يوم الخميس اللي فات. حلو يا باشا. تاني لا كفايه كده، بس قول لها ايه بقى تاني. انت عندك الكابوتونيه اهو، اللونين دول بس. اخر لونين في الكابوتونيه. حلو قوي الكابوتونيه ده، كان عنده جميع الالوان، واول ما عملنا فيديو عنه بسم الله ما شاء الله جم كلهم خدوه. بيوفر عليكم كتير جدا. حلو حلو قوي الحصان ده. بس استنى على ايه، الكابوتونيه ده ظهره ايه؟ قماش. والله ده مش محتاج ان انت تحطه، مش محتاج ان هم يحطوا قماش في الظهر. احنا قلنا المتر بكام ساعتها يا احمد؟ وادي فايبر وادي وش القطيفه. تمام. واخد تقرير وش الظهر. قلنا المتر كام؟ عشان ما حدش يقول لي ده بيطلع وده ما اعرفش ايه. المتر ب 65 جنيه على سعره القديم. على سعره القديم. عندك الفوشيا وعندك اللون ده النبيتي. اخر حاجه. اخر اثنين. ده كده القماش اللي بيتقفل بقى بالانتريه. والخامات اللي معودينكم عليها والقطيفه المستورده لسه بسعرها، كل حاجه لسه بسعرها. كل حاجه لسه بسعرها. الاسعار القديمه مش موجوده غير عندنا وبس. المهم ان انت عندك اتواب الناس اللي عايزه جمله يا جماعه لغايه 4000 متر 2000 متر، ما حدش يقول له في 50 متر ويقول له ده كده جمله. لا عنده موجود جمله ان شاء الله باذن الله. حلو قوي دي الكنار بتاعها، دي الرسمه اللي بتاعت بره، عشان الشغل ده تعرفوا ان هو عنده منه تواب، ما عندوش منه حتت وفضل. لا باكد لكم انها تواب اهي. بصوا باكد انها تواب. مش واخد منه؟ بصوا دي لسه ما تعرضتش، دي لسه ما تعرضتش، دي جايه له عينه لسه ما تعرضتش. يا باشا عينات شغل تركي، ثيابها كلها مكتوب عليها ميد ان تركيا. حلو قوي. ميد ان تركيا. ايه يا حاجه. بصوا التواب إيه درجه اولى، درجه اولى من الشكل الواحد هتلاقي كذا توب. بصوا اهو الاشكال اللي انا صورتها لكم كلها. عايزه اقول لكم ان الستاير التركي دي حلوه قوي، ما تتسابش، وبتيجي التواب بتاعتها كده، وعنده قماش يتنجد بيه يتعمل بيه ستاير، عنده قماش جبلان متطرز. الستاير اهي زي ما انا قلت لكم التركي، المتر ب 80 جنيه. بصوا الشمس عامل ازاي، بصوا الشكل ده، اللون السكري في الذهبي كشمير، اللون كافيه، اللون اللبن الفاتح، لون بني فاتح نبيتي كافيه برضو تاني درجة افتح جراي، لون سكري كشمير تاني برسمة تانية. نقفل الفيديو على كده واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورقم التليفون هسيبه لكم على الشاشة، وعنده شحن يا جماعة، وبحبكم في الله.